تتواصل الانطلاقات مشاهدينا متابعينا الكرام في صباح هذا اليوم. الأشواط وأشواط سن الثنايا في أشواط التميز مع هذه الانطلاقة والشوط الذي ينطلق في هذه اللحظات وهو سابع أشواط صباح هذا اليوم. في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل والرائع في هذه التحديات الجميلة وهذه الانطلاقات الرائعة الخاص بالجعدان الثنايا المحليات في سابع أشواط صباح هذا اليوم تعلن انطلاقته قبل قليل ليحمل لنا هذه الكوكبة وهذه الأسماء والشعارات العديدة التي تتنافس في ميدان المرموم تحفة الميادين في هذا الانطلاق. مباشرة إلى المركز الأول مزعل ياتي في المقدمة وأحمد بن سعيد بن بروك الحميري يسيطر بعد بداية الانطلاق إلى المراكز الأولى وينطلق ليحمل التحدي والتنافس، بينما المركز الثاني ثاني المراكز يتواصل فيه وينطلق فيه هملول علي بن راشد بن مبارك المنصوري في ثاني المراكز، بينما المركز الثالث هملول ياتي في المركز الثالث أحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي، على المركز الثالث رابع المراكز يتواجد في ظبيان محمد بن يمعة المنصوري، على المركز الرابع، بينما المركز الخامس هنا يتواجد في شاهين محمد بن حميد بن حمد الدرعي في المركز الخامس والمركز السادس. شوف الأسماء والشعارات كذلك هناك للطام محمد بن خلفان بالشاوي الغفلي يتواجد في هذا الشوط، بينما ياتي الختم وعلي بن مانع بن رحمه الشامسي في هذا الانطلاق. هذه الانطلاقة والاندفاع الجميلة الذي تحمل تحديات ميدان المرموم في أشواط التميز وتحديات المتميزين مع هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل والرقصي مع الكبار في 8 كيلومترات في هذا الاندفاع والتحديات في عالم الأصالة والتنافس. نسير مع المركز الأول، نعود مرة ثانية نشوف مزعل هناك من مسيطر على مقدمة الشوط. مزعل يقود المشاركين ويندفع بالمقدمة ليحمل لنا هذا الأداء وهذا الانطلاق الذاتي في البداية والهدوء الذي يتنطلق فيه 8 كيلومترات ومسافة الكبار. يسيطر مزعل على مقدمة الشوط وأحمد بن سعيد بن بروك الحميري ياتي في المركز الأول، بينما المركز الثاني ثاني المراكز يتقدم في هذه اللحظات شاهين ومحمد بن حميد بن حمد الدرعي. من يقدم شاهين على ثاني المراكز؟ هناك هملول من الجانب الآخر وأحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي الذي يقدم هملول كذلك منطلقا مع هذه الاندفاعات وهذه التحديات الجميلة. هملول ياتي في المركز الرابع علي بن راشد بن مبارك المنصوري في رابع المراكز، بينما المركز الخامس ظبيان محمد بن يمعة بن حرمش المنصوري الذي ينطلق في هذه اللحظات، ويأتي كذلك الختم لعلي بن مانع بن رحمه الشامسي منطلق ومقدم هذه السلالة. والأطام هناك محمد بن خلفان بالشاوي الغفلي. يا سلام، هذه الأسماء وهذه الانطلاقات والشعارات المنطلقة في هذا الشوط وهذا الاندفاع الجميل الذي يحمل تحديات ميدان المرموم عبر شاشة دبيرة سنقنا مع المتميزين في سن الكبار والمنطلقين مع هذه التحديات الجميلة والرائعة في هدوء وفي انطلاقة في البداية الذي تكون ذاتية بدون أي أوامر، ولكن ترقب هناك التحديات والتنافس بعد لوحة 2 كيلومتر في مسافة 8 كيلومتر مع الكبار في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. النداء الثاني بالنسبة للمراكز المتواجدة والمنطلقة في هذا الشوط في تحدياتها وصراعاتها والتنافس على نيل الفوز والناموس، رغبة الجميع ورغبة كل المشاركين وأمر مشروع لهم بالانطلاق والاندفاع إلى المقدمة والمراكز الأولى. نسير مع المركز الأول، غير شاهين إلى المقدمة محمد بن حميد بن حمد الدرعي. هناك الدرعي ما شاء الله منطلق وقادم من القطاع الجنوبي كذلك
ليشارك في تحفة الميادين في المرموم ويتقدم هنا إلى المقدمة. المركز الثاني مزعل ياتي في المركز الثاني، وأحمد بن سعيد بن بروك الحميري من يقدم مزعل على ثاني المراكز في هذه التحديات وهذه الانطلاقات الشيقة والجميلة والرائعة. هناك ياتي بن حاسوم كذلك مقدما لنا هاملول أحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي، كذلك شعارا يعرف التنافس ويعرف التحدي على في عالم الأصالة وعالم الناموس والانطلاق. ما شاء الله تبارك الله على هذه التحديات. يأتينا الختم لعلي بن مانع بن رحمة الشامسي وينطلق على رابع المراكز ليجدد كذلك تنافس وتحدي ورغبة في الفوز والناموس، بينما هنا يتواجد ويتقدم هملول علي بن راشد بن مبارك المنصوري على المركز الخامس. سادس المراكز يأتي بالشاوي هناك محمد بن خلفان بالشاوي ليقدم لطام مع هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل، وظبيان كذلك محمد بن يمعة بن حرمش المنصوري. هذه النتيجة لهذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل الذي يحمل تحديات هذا الشوط والأسماء، ولو كانت الأعداد بهذه الانطلاقة وهذه التحديات، ولكن كذلك ترقب الكبار ورقص الكبار دائما جميل في تحديات ميدان المرموم. المتميزين ما شاء الله والمنطلقين مع هذه التحديات يأتون هنا إلى سباق التميز وتحديات التميز ليتقدموا في سن الثنايا مع الكبار. يا سلام ما شاء الله تبارك الله على هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الشيق والجميل الذي يقوم بعروض تلقائية وذاتية بدون أوامر حتى هذه اللحظات في اقترابنا من منتصف المسافة للأربعة كيلومترات والأربعة كيلومترات كذلك المتبقية في انطلاقة هذا الأداء وهذا الاندفاع الجميل والشيق. نسير مع المركز الأول وشاهين يتربع على عرش المقدمة ويقدم أجمل العروض حتى هذه اللحظات ويقدم أداء جميل. يا سلام أشكرك محمد بن حميد بن حمد الدرعي المقدم شاهين على هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل. هناك أيضا مزعل من البداية، مزعل المشاركين ولكن مرضي طموح مالكه اللي هو أحمد بن سعيد بن بروك الحميري في تحدياته وتنافسه على انتزاع الناموس وانتزاع الفوز في مسار هذا الشوط وهذا التحدي. المركز الثاني المركز الثالث يتقدم فيها ملول وياتي احد الشباب اللي هو احمد بن خليفه بن حاسوم الدرمكي ليقدم هملول هنا على ثالث المراكز. والمركز الرابع الختم لعلي بن مانع بن رحمه الشامسي كذلك نقدم هذه الانطلاقه، وهناك ايضا ياتينا ويتقدم الاطام وياتي محمد بن خلفان بالشاوي. ما شاء الله عينه على المقدمه، يغير من المراكز من مركز الى مركز في طريقه لانتزاع مركز افضل من المركز الخامس، بينما المركز السادس ياتي فيه مشاهدينا متابعينا الكرام ونلقى ظبيان محمد بن يمعه المنصوري. والمركز السابع هنا هملول لعلي بن راشد بن مبارك المنصوري. هذه المراكز الحاضرة والمنطلقة مع اندفاع هذا الشوط وتحدياته ومع مسار الجعدان المحليات في سابع أشواط صباح هذا اليوم في أشواط التميز لسن الثنايا هنا في تحفة الميادين ميدان المرموم، الميدان الذكي الذي تنطلق فيه هذه الأسماء. ما شاء الله تبارك الله في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الشيق والجميل هنا على أرضية هذا الميدان. بدأت الاستراحة هناك نسير مع المراكز الأولى ومع الانطلاق في هذا الاندفاع وهذا التحدي الجميل. نسير مع المركز الأول ومع الانطلاق الأول. هنا يسيطر اللي يقود المشاركين مزعل 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 على المركز الأول، يسيطر على مقدمة الشوط
ويقود المشاركين أحمد بن سعيد بن بروك الحميري على المركز الأول، بينما المركز الثاني يأتي في شاهين محمد بن حميد بن حمد الدرعي، بينما المركز الثالث يأتي أحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي مع هملول، والمركز الرابع هذا هو الختم تعود ملكية العلي بن مانع برحمه الشامسي، والمركز الخامس هذا لعلي بن راشد بن مبارك المنصوري اللي هو هملول، والسادس ياتي ويتقدم في هذه اللحظات للطام محمد بن خلفان بالشاوية الغفلي، وسابع المراكز ظبيان محمد بن يمعة بن حرمش المنصوري. شكرا يوم صورنا على المتابعة وعلى التدقيق الجميل، دائما تميز في ميدان المرموم وعبر شاشة دبي ريسنج على هذا الأداء وهذا الانطلاق الجميل والرائع. نسير في هذا الانطلاق هناك على الكادر العلوي مشاهدي الاعزاء الاثنين الذين يتنافسون اللي هو شاهين وياتي مزعل وشاهين في صراع وتحدي على أرضية هذا الميدان، ولكن الأخوة المضمرين ما شاء الله ما حركوا أوامر ولا أعطوا أوامر حتى هذه اللحظات، ولكن ترقبوا المزيد والعديد في مسار هذا الشوط وتحدياته. مزعل أحمد بن سعيد بن بروك الحميري عاد مرة ثانية للمركز الأول، تراجع إلى المركز الثاني والثالث لفترة بسيطة، وعاد مرة ثانية في هذا الانطلاق لينتزع المسار والتحدي، بينما شاهين كذلك منافس قوي، ومحمد بن حميد بن أحمد الدرعي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث هملول أحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي. شوف هذا الانطلاق وشوف هذه التحديات، بدأت المسافة تقرب وبدأت الأمور هناك. أيضا ياتي الختم علي بن مانع برحمه الشامسي الذي يقدم الختم في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه الأسماء وهذه الشعارات، ولكن بدأت الأمور، بدأ التحرك، بدأ الانطلاق، بدأ اتجاهنا إلى خط النهاية، لحظات الفوز خلاص، بدأت الأوامر وبدأ التحرك. يا سلام يا سلام، لا زال التنافس ما بين مزعل وما بين شاهين، شاهين ومزعل، مزعل أحمد بن سعيد بن بروك الحميري وشاهين لحم محمد بن حميد بن حمد الدرعي. يا سلام، روح هناك مع المقدمة وروح مع الأمتار الأخيرة في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع الجميل. يا سلام، شوف 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 هذا الانطلاق، وشوفنا مع الاقتراب من خط النهاية، شاهين ومزعل، مزعل وشاهين في انطلاقة قوية ورائعة للغاية، ولكن شوف مزعل مشاهدين الأعزاء أرضى طموح مالكه في هذا الانطلاق وفاز في أشواط التميز أحمد بن سعيد بن بروك الحميري. في الأمتار الأخيرة يقدم مزعل على مقدمة الشوط على المركز الأول، تهانينا وناموس وشاهين هناك من الجانب الآخر، ولكن مزعل ينفرد بالمركز الأول. خلاص تهانينا مشاهدين الأعزاء لأحمد بن سعيد بن بروك الحميري والناموس على هذا الفوز، بينما شاهين في المركز الثاني لمحمد بن حميد بن حمد الدرعي، بينما المركز الثالث في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء نشوف المركز الثالث ولحظات وصوله لأحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي اللي هو هملول، بينما المركز الرابع واصل فيه مشاهدين الأعزاء تهانينا وناموس محمد بن خلفان بالشاوية الغفلي. نعود إلى التوقيت الزمني مع مصورنا لنتابع توقيت مزعل أحمد بن سعيد بن بروك الحميري، قطع المسافة 8 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 13 دقيقة 21 ثانية 3 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس، بينما وصل شاهين في المركز الثاني محمد بن حميد بن حمد الدرعي، قطع المسافة في 13 دقيقة 23 ثانية و5 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس هملول أحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي وصل في المركز الثالث، حقق توقيت زمني مشاهدينا متابعينا الكرام. سوف نشاهد 13 دقيقة 32 ثانية و7 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين بالمراكز الأولى في صباح